السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم نقطة مهمة في الانستغرام لتفادي حسابك. البعض غافل عنها وما يعرفها، فحاول انت بقدر الامكان توصل هذه المعلومات لاصدقائك لاخوانك عشان يتفادون هذه النقطة، عشان يحافظون على حساباتهم من التهكير. البعض يكون على نية يجي صاحبه او صديقه او اخوه او ولد عمه يقول له نزل الصورة هذه، هذه صورة سيارتي او صورة من صور زواجي، فنزلها بحسابك في الانستغرام، سواء كان ظاهر وجهه او سياره، صوره سياره، صوره منزل، اي شكل من الاشكال تكون الصوره، فانت على نيتك تنزل الصوره هذه. خلال الصوره هذه هذا صديقك اللي ارسل لك الصوره راح يهكر حسابك، او بالمعنى الاصح راح يسحب منك الحساب بطريقه قانونيه بشروط الانستغرام، راح يسحب منك الحساب وراح يغير الرقم السري والايميل وراح ياخذ الحساب له. طبعا الكل راح يسأل يقول كيف الطريقة، انا اقول لكم وراح اشرح لكم، ولكن قبل كل شيء لازم تنتبهون وتركزون معاي اول باول. مثلا صديقك ارسل لك الصورة هذه، يقول لك هذه الصورة مثلا من زواجي او صورة من تصويري، ابيك تنزلها بحسابك. طبعا هو هذا الشخص يكون قاس الصورة بحجم الانستغرام، يعني عرض الصورة وطول الصورة نفس المقاسات، فانت تنزلها على نيتك. فهو بعد ما تنزلها انت فهو يراسل الانستغرام يقول لهم ان حسابي يتهكر، ويتواصل معهم بايميل جديد، فيقولوا له ارسل صورة من تصويرك انت منزلها بالحساب. طبعا هم يبغون الصورة الاصلية، طبعا باقي اجزاء الصورة عند الشخص نفسه اللي ارسل لك الصورة هذه. طبعا راح يتواصل معاهم وراح يرسل لهم الصوره. فالدعم الفني حق الانستغرام، طبعا هذه النقطه سلبيه جدا في الانستغرام، والله انا ماني عارف كيف مطبقينها ومخلينها لحد الان، لكن انا اقول لكم على اللي حاصل يعني، وبيكم تنتبهون كثير للحسابات عشان ما تتهكر. فلما يتواصل معهم يقولون له ارسل الصوره الاصليه اللي انت منزلها. فاجزاء الصوره المو موجودة طبعا عند الشخص نفسه، فيرسل لهم الصورة الأصلية بحجمها الطبيعي، راح يقول لهم هذه الصورة أنا كنت منزلها بحسابي، وراح يشوفونها الدعم الفني وراح يرجعوا له الحساب. ليش رجعوا له الحساب؟ لأنه كان يمتلك الصورة الأصلية. فأكثر الناس تكون الصورة اللي منزلها بحسابه مو من تصويره الشخصي ولا صور الوجهة، فعشان كذا يفقد الحساب بالمرة. فانت يا اختي انتبهي، اذا جتك صاحبتك قالت لك هذه صور عيد ميلاد، هذه صوره مدري شلون، هذه الصوره من تصويري وانا مسافر، فنزليها بحسابك، قولي انا اعتذر فنزليها بحسابك، وانا ما انزل صور غير من تصويري. فحاولوا بقدر الامكان يا اخوان انكم تتفادون هذه النقطه. كثير كثير من الناس جوني في الكيك بالانستغرام يشتكون من هذه الاشياء، فحاولوا بقدر الامكان يا اخوان انكم تتفادون هذه النقطه، وحاولوا بقدر الامكان ما تنزلون صوره مو من تصويركم. لازم من تصويرك انت وابي اركز اكثر يعني، ان بعض الاخوان حاولوا بقدر الامكان تنزلون صور لوجهك، عشان اذا تهكر الحساب نظام الشروط الانستغرام لازم تستوفي شروطهم عشان ترجع حسابك. صورة شخصية لوجهك يعني، او اخوك او ابوك او عمك، او صور من تصويرك ومحتفظ بالصورة الاصلية. حاولوا بقدر الامكان تنزلون صور لاشكالكم او صورة من تصويركم عشان تقدر تسترجع الحساب. لكن أعيد وأكرر، أي واحد يرسل لك صورة يقول لك مثلا هذه السيارة مسروقة أو سيارة أبغى أبيعها، بيك تسوي لي نشر فيها، فحاول أنكم لا تنزلونها. وأنا راح أتواصل معكم إن شاء الله أول بأول، وأي نقطة أكتشفها أو أعرفها راح أنزل فيها شرح، وإن شاء الله ما تتهكر حساباتكم، والله يوفق الجميع إن شاء الله.